استغلال معلومات وردتنا مصالحنا مفادها قيام شبكة إجرامية منظمة بترويج المخدرات على مستوى مدينة الأربعاء والمدن المجاورة. تم فتح تحقيق في القضية أسفرت على تحديد هويات أفراد البالغ عددهم 3 أشخاص مع إيقاف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكيه، وقد اتضح أن أحدهما مبحوث عنه من قبل العدل. وعند تفتيش منزل العائلة بإذن من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 10536 قرص ذو أساس مخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 275500 دينار من عائدات ترويج. كما تم حجز سيارة سياحية من نوع رونو سامبول مستعملة في نقل هذه السموم.